التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، وهكذا نجدد التحية واللغة في استمرارية انطلاقات اشواطنا في صباح هذا اليوم لمعركة اللقاية وتحديات اللقاية في هذا اليوم من مسافة 4 كيلومترات. نسير مع شوط جديد وهو شوطنا الخامس خاص للابكار، ومباشرة الى مقدمة الشوط الى المركز الاول والصدارة الاولى، وهنا على مقدمة الشوط وعلى المركز الاول لافية مانع بن علي بن حماد الشامسي هي اللي تتقدم مع الصدارة الاولى ومع المركز الاول، بينما النقلة على ثاني المراكز وفي ثاني المراكز هنا الشاهينية محمد بن سعيد بن خصيبة الظاهرية تقدم على مستوى المركز الثاني، بينما ناخذ الوصول والانطلاق على المركز الثالث في هذه اللحظات. يا سلام، راقب لي هنا الليبي عليها اللي تحتل المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما ناخذ اللي على المركز الرابع الشاهينية من هجن ند الشبا وسالم بن سعيد يقودها في عملية التضمير، بينما نتابع اللي على المركز الخامس وفي خامس المراكز الذيبة محمد بن سهيل بن هيان العامرية تقدم مع المركز الخامس، بينما في المركز السادس وفي سادس المراكز هذه الواصلة الآن الدرعية سعيد بن محمد بن شلبود الخيالي يتقدم مع المركز السادس، بينما في سابع المراكز هذه نظرة علي بن محمد بن سلومة الخاطري مع المركز السابع، بينما في ثامن المراكز وهذه هي حقوق علي بن عبد الله بن علي الرايحي العليلي يتقدم مع المركز الثامن، بينما في المركز التاسع واللي واصله على تاسع المراكز هذه مشاهدين الاعزاء وايد سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي يتحرك مع المركز التاسع، بينما في المركز العاشر وفي عاشر المراكز وهذه الواصله الان طموح خليفه بن خميس بالصوب الاكتبي من يقدم طموح على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة، هكذا ندائنا أيها الأخوة الكرام للعشر المراكز الأولى المذاعة التي تسير في ناموس هذا الشوط، بينما أسامي مشاركة لم يحين موعد دخولها مع الكادر الإعلامي، والعشر المراكز المتقدمة التي تسير مع منتصف المسافة من خلال هذه المنافسة التي نراها في صباح هذا اليوم. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول والصدارة الأولى، وهنا على المقدمة وعلى المركز الأول اللي هي نظرة علي بن محمد بن سلومة الخاطري على مقدمة الشوط، يبي يسلم هناك إلى أهالي رأس الخيمة من خلال هذه المنافسة وميدان السوان من خلال هذه المنافسة والتحدي والاندفاع. المركز الثاني نراقب اللي قادمه فعايل، فعايل عبد الله بالصقعة القفلية يتقدم مع تحديات فعايل على المركز الثاني. المركز الثالث، يا سلام، راغب هنا القادمة، هذه حقوق علي بن عبد الله بن علي الرايحي تبحث عن حقوقها المنهوبة في تحديات هذه المنافسة الصباحية، بينما نراقب اللي على المركز الرابع ورابع المراكز طموح، طموح تتقدم بشعار خليفة بن خميس بالصوب الاكتبية، ياتي على المركز الرابع، المركز الخامس، راغب اللي قادمة، راغب اللي واصل الآن في هذه اللحظات ووصلت مشاهدين الاعزاء ومتابعين الكرام، وعد عبيد بن مصبح بن عبيد العميمي ياتي على مستوى المركز الخامس. هذه مراكزنا الاولى، هذه الاسامي، هذه الشعارات القادمه للمشاركه في انطلاقات هذا الصباح، لكن وصلنا في الغلاف الجوي الاخير، جوله الاوامر النهائيه، وراح بن سلومه بن سلومه بن سلومه اللي على مقدمه الشوط على المركز الاول يقدم لنا نظرة، هذه نظرة على المقدمة على المركز الاول علي بن محمد بن سلومة الخاطري. يا سلام
حركها حركها وراحت الى الانتصار. المركز الثاني الغادمة على المركز الثاني في هذه اللحظات وعد عبيد بن مصبح بن عبيد العميمي وصلوا وهاري سويحان غادمين، وهناك حقوق غادمة علي بن عبد الله بن علي الرايحية العليلي ياهي من منافسه، وبن خريدة غادم، بن خريدة يحتل المركز الرابع، لكن خلاص العميمي راح بأداء وتحديات وعد عبيد بن مصبح بن عبيد العميمي مع الفوز مع الانتصار. سلام يا العميمي، سلام يا العميمي، سلام على تقديم هذا النوع الجيد، هذه النوعية الممتازة نحو مقدمة الشوط، تسير وتصل مع الأمتار الأخير. هذه هي مشاهدين الأعزاء، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت اللي هي عجائب خليفة بن سيف بن هلال العليلي، بينما في المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، اللي احتلت المركز الثالث اللي هي حقوق عبد علي بن عبد الله بن علي الرايحي العليلي. هذه مشاهدينا الكرام النتيجة للثلاث المراكز الأولى، التوقيت الزمني 6:13، تهانينا والناموس للجميع.